بسم الله الرحمن الرحيم. بعون الله وتوفيقه نستهل محاضرتنا فيما يتعلق بعلاقات الشغل وقانون هذه العلاقات. هذه العلاقات التي ظلت ولزمن طويل محكومة بمقتضى مبادئ وأحكام وقواعد القانون المدني، لا سيما مبدأي العقد شريعة المتعاقدين ومبدأ سلطان الإرادة، إلا أنه وبسبب ما جروا هذين المبدأان من مساوئ على الطبقة العاملة اضطرت التشريعات المقارنة ومن ضمنها التشريع المغربي إلى التدخل لإيجاد قواعد وأحكام خاصة لحكم هذه العلاقات الخاصة. فقانون الشغل قانون حديث بالمقارنة مع غيره من فروع القانون الأخرى، هو قانون لم يظهر إلا مع منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن تقدم الحركات العمالية وتطورها وظهور الأفكار الاشتراكية ورغبة التشريعات المقارنة في الرقي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة اضطر هذه التشريعات إلى إيجاد نصوص خاصة لحكم هذه العلاقات الخاصة. فكان بذلك قانون العمل أو قانون الشغل أو القانون الاجتماعي على اختلاف التشريعات في هذه التسمية. هذا القانون الذي تستدعي دراسته أن نقدم له بتوطئة أو بتمهيد نتناول فيه موضوعه وبيان أهميته الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى السياسية، ثم نتناول المصادر التي تستقى منها أحكامه، ثم نتطرق إلى خصائصه، ثم نختم ببيان نطاق ومجال هذا التطبيق. إذن أول ما نتعرض له هو موضوع هذا القانون. حينما نقول قانون العمل أو قانون الشغل أو مدونة الشغل، التساؤل الذي يثار ما هو يا ترى العمل الذي يحكم هذا القانون؟ حينما نقول القانون الجنائي نقصد القانون الذي يحكم الجرائم، حينما نقول القانون الإداري نقصد بذلك القانون الذي يحكم المجال الإداري بصفة عامة، حينما نقول القانون التجاري نقصد الأحكام والمبادئ التي تحكم الميدان التجاري. فحينما نقول مدونة الشغل أو قانون الشغل، ماذا نقصد بذلك؟ إذا لابد أن نحدد المجال أو الموضوع الذي يحكمه هذا الفرع من فروع القانون. في سبيل ذلك نجد الفقه قد دأب على تقسيم العمل إلى قسمين اثنين: العمل الذي نزاوله إما أن يكون عملا تبعيا وإما أن يكون عملا مستقلا. العمل المستقل هو العمل الذي يؤديه المدين به بصرف النظر عن أي إشراف أو رقابة أو توجيه ممن يؤدى هذا العمل لمصلحته. أما العمل التبعي فهو على العكس من ذلك، هو العمل الذي يؤدى في إطار من التبعية والإشراف والتوجيه. إذن العمل إما أن يكون عملا تبعيا، أي عملا ممارسا في إطار من الإشراف والرقابة والتوجيه، وإما أن يكون عملا مستقلا، أي عملا بعيدا عن هذه المراقبة، عن هذا الإشراف، عن هذا التوجيه. ومحل وموضوع مدونة الشغل أو قانون الشغل أو قانون العمل هو العمل التبعي دون العمل المستقل. حينما يمارس شخص ما عملا مستقلا فلا يخضع إلى قانون الشغل، ولكن حينما يمارس عملا تبعيا يكون بذلك خاضعا لقانون الشغل. ولكن هذا لا يكفي. موضوع قانون العمل أو قانون الشغل هو العمل التبعي، ولكن حينما نمارس عملا تبعيا هذا لا يعني أننا نخضع لقانون الشغل. لكي نخضع إلى هذا القانون لابد وأن يكون عملنا التبعي عملا مأجورا، بمعنى أن العمل المجاني يخرج عن نطاق وعن مجال قانون العمل. إذن موضوع قانون الشغل هو العمل يؤدى في إطار من التبعية والإشراف والرقابة والتوجيه، بالإضافة إلى أن يؤدى العمل في نظير أجرين، نظير مقابلين عن العمل المجاني. ولكن حينما نقول إن العمل الذي يؤدى في إطار من التبعية نظير أجر يخضع لقانون العمل أو لقانون الشغل، هذا لا يكفي، بل لا بد وأن يؤدى خارج إطار الوظيفة العمومية. لماذا؟
لأن الموظف العمومي يؤدي عملا تبعيا لا يؤدي عملا مستقلا، وهو عمل مأجور ليس عمل مجانيا، ومع ذلك الموظف لا يخضع لقانون العمل، يخضع لقانون الوظيفة العمومية. إذن لكي يخضع الشخص الممارس لعمل تبعي لقانون العمل يجب أن يؤدي عملا تبعيا كما قلنا، أي عمل في إطار من إشراف ورقبة وتوجيه، وأن يكون نظير مقابل، وأن يكون خارج إطار الوظيفة العمومية الوظيفة العمومية. إذن موضوع قانون الشغل هو الموضوع، هو موضوع قانون العمل هو العمل التبعي المؤدى نظير أجر في إطار، في خارج إطار الوظيفة الوظيفة العمومية. هذا هو محله بكيفية أكثر من موجزة من موجزة. حينما ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو أهمية هذا القانون، نقول بإيجاز في عجالة، القانون له أهمية قصوى. لا يمكن تصور قانون مجتمع بدون قانون. القانون هو أساس طمأنينة أي مجتمع، ولكن هذه الأهمية التي للقانون لا تتقاسمها فروعه على قدم المساواة. قانون العمل ولو أنه قانون حديث بالمقارنة مع غيره، إلا أن له أهمية قصوى بالمقارنة مع غيره. له أهمية على المستوى الاجتماعي. لماذا أهمية على المستوى الاجتماعي؟ كل قاعدة قانون إلا وهي قاعدة اجتماعية، وبالتالي أي فرع من فروع القانون إلا وله أهمية اجتماعية، ولكن أهمية قانون العمل تفوق غيره على المستوى الاجتماعي. لماذا؟ لأنه يحكم أكبر شريحة اجتماعية، وهم من؟ هم العمال. أي مجتمع كيفما كانت اتجاهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا ونجد فيه أن أكبر شريحة هي شريحة العمال. إذن كلما ارتقينا بقواعد قانون العمل من حيث الأجر، من حيث مدة العمل، من حيث الراحة الأسبوعية، من حيث العطلة المؤدة عنها، من حيث التعويض إلى غير ذلك، كلما ارتقينا بهذه القواعد إلا ونكون قد ارتقينا بأكبر شريحة اجتماعية في المجتمع اللي هي فئة العمال. فئة العمال إذا كان عددها 7 ملايين وكان نصفها متزوج لدينا 10 ملايين، ولكل زوج ولو طفلين 2 لدينا أكثر من 20 إلى 25 مليون نسمة يحكمها قانون العمل. إذا كلما ارتقينا بقانون العمل كلما ارتقينا بأكبر شريحة اجتماعية. كذلك قانون العمل له أهمية على المستوى الاقتصادي، المستوى الاقتصادي. حينما نراعي المستوى الاقتصادي للطبقة العاملة نساهم في ماذا؟ في ازدياد قدرتها الشرائية. وحينما تزداد القدرة الشرائية لأكبر شريحة اجتماعية يحصل ماذا؟ يحصل تحرك اقتصادي، لأن أكبر شريحة اجتماعية هم العمال، لهم القدرة الشرائية على القدرة الشرائية في المستوى. حينما تضعف القدرة الشرائية للطبقة العاملة يحصل لدينا ركود اقتصادي. إذا أردنا أن يكون لدينا تحرك اقتصادي، نمو اقتصادي، لا بد وأن نهتم ونكترت بأكبر شريحة اللي هي شريحة الطبقة العاملة. هذا ناهيك عن الأهمية السياسية لقانون العمل. لدينا انتخابات عامة، إذا أردت أن تستحوذ على أكبر عدد من الأصوات لا بد وأن يكون خطابك السياسي موجه إلى أكبر شريحة اجتماعية لهم الطبقة العاملة. ولكي تستحوذ على أكبر شريحة اجتماعية لا بد وأن تكترث بها. من هنا تأتي الأهمية السياسية لقانون العمل. طبعا هنالك أمور أخرى تدخل في هذا المجال، ولكن الحيز الزمني المخصص لهذه المحاضرات لا يسعنا أن نطرق إليها برمتها. وننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الخصائص والمبادئ العامة التي يقوم عليها قانون العمل. قلنا منذ البداية إن علاقات العمل، علاقات الشغل كانت محكومة بماذا؟ بمقتضى قواعد القانون المدني وبمبادئ القانون المدني. ولكن تبين تاريخيا أن أحكام وقواعد ومبادئ القانون المدني لا تسعف في بلورة ما نسميه الطابع الحمائي لقانون العمل أو لمدونة الشغل. إذن ماذا عملت الشريعة المقارنة ومن ضمنها الشريعة المغربية؟ خلقت لنا قانونا خاصا لحكم هذه العلاقات الخاصة. ولكي يؤدي هذا القانون المبتغى منه لا بد وأن يقوم على مبادئ وعلى خصائص تميزه عن سواه وتبلور
طابعه الحماية، فكان بذلك هذا القانون يقوم على خصائص يستقل بها عن غيره. فمن خصائصه أنه قانون ذو طابع واقعي. ما معنى قانون ذو طابع واقعي؟ أي قانون يأخذ بعين الاعتبار جملة من الظروف. أخذتم في المدخل دراسة القانون أن القاعدة القانونية هي قاعدة عامة وقاعدة مجردة. قواعد قانون العمل أو قانون الشغل بدورها قواعد عامة ومجردة. ما معنى عامة ومجردة؟ أي تطبق على الجميع بصرف النظر عن ماذا؟ عن جنسهم أو جنسيتهم أو تعلمهم أو فقرهم أو غناهم إلى غير ذلك، فهي قاعدة عامة ومجردة. قواعد قانون العمل قواعد عامة ومجردة، ولكن العمومية والتجريد هنا في قانون العمل لها طابع خاص، لها طابع خاص. سنرى إن شاء الله حينما نتطرق إلى مجال تطبيق قانون العمل أن مجاله متعدد، هنالك المقاولات الفلاحية والصناعية والتجارية والمهن الحرة إلى غير ذلك. فهل العمل في هذه الأعمال كلها من طبيعة واحدة؟ نقول لا، طالما أن العمل يختلف هذا يستلزم ماذا؟ اختلاف القواعد القانونية التي تحكم هذه المجالات. فطالما أن العمل في المجال الفلاحي يختلف عن المجال الصناعي، إن المشرع المغربي إسوة بغيره قد سن من القواعد ما ينظم به كل مجال حدا. فالمجال التجاري له قواعده، المجال الفلاحي له قواعده، المجال الصناعي له قواعده. لماذا المشرع؟ حتى يبلور الطابع الحماية. بل أكثر من ذلك، في المجال الصناعي نفسه تختلف القواعد القانونية، هذا بلورة لما يسمى بالطابع الواقعي. حينما تصدر قاعدة قانونية هل تميز في خطابها بين الرجل والمرأة؟ نقول لا، لا، المساواة. الدستور المغربي ينص على المساواة، ولكن مدونة الشغل تميز بين الرجل وبين المرأة. لماذا؟ لكي تبلور الطابع الحماية. المرأة كمربية كأم طبيعتها الفيزيولوجية تستلزم كل هذه الأمور ماذا؟ قواعد خاصة تختلف عن الرجل. الرجل قد يكون راشدا بالغا وقد يكون قاصرا. إذن المنظم المغربي أو المشرع المغربي نص على قواعد خاصة لحكم الأجراء الأحداث. المشرع المغربي على غيره يسمح للأجانب بممارسة العمل في المغرب، ولكن هذا الأجنبي له قواعد خاصة تحكمه دون سواه. المعاقون أو ذوي الاحتياجات الخاصة مسموح لهم بالعمل ولكن في ظل قواعد. إذن هذا ما يسمى بالطابع الواقعي، أي إنه أنا كمشرع مغربي أسمح بتغير القاعدة القانونية الشغلية حسب تغير المجال الذي سوف تطبق به وحسب تغير الشخص الذي سوف تطبق عليه هذه القاعدة القانونية، وهذا كله بلورة للطابع الحمائي. إذن من خصائص القاعدة الشغلية أنها ذات طابع واقعي، أنها كذلك قواعد آمرة. ستقولون إن كل قواعد القانون قواعد آمرة، ولكن الصفة الآمرة في مدونة الشغل تختلف عن الصفة الآمرة في المدخل كما أختمه للدراسات القانونية. القاعدة القانونية الآمرة تعني ماذا؟ أنه لا يمكن مخالفة هذه القاعدة أو الاتفاق على ذلك مطلقا. حينما ينص المشروع المغربي على أن قاعدة ما هي قاعدة آمرة، معنى هذا أنه لا يمكن مخالفتها ولا يمكن الاتفاق على ذلك. قواعد قانون الشغل كلها قواعد آمرة، هل معنى هذا أن يكون مخالفته؟ نعم، يمكن مخالفته. متى؟ إذا كانت المخالفة في صالح العمال. المنظم الشرع المغربي ينص على أن حد أدنى للأجور هل يمكن النزول عنه؟ لا يمكن النزول عنه. لماذا؟ لأن هذه قاعدة آمرة. هل يمكن تجاوز الحد الأدنى للأجور؟ نعم، لأن المشرع لا يأبى الاستزادة. إذن قواعد قانون العمل قواعد آمرة، ولكن يمكن مخالفتها إذا كانت المخالفة في صالح الأجير. ما معنى في صالح الأجير؟ أي تعطي لهذا الأخير حقوقا ومزايا تختلف أو تزيد عن تلك التي يمنحها إياه المشرع المغربي. المشرع المغربي قواعد قانون الشغل كذلك تتميز بأنها يهيمن عليها مبادئ لا يعرفها القانون المدني. أخذتم في القانون المدني أن أركان المسؤولية ثلاث: خطأ وعلاقة سببية وضرر.
أي لكي تقاضي أي شخص على أساس أحكام المسؤولية المدنية لا بد أن تثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية. هذه الأمور لا مجال لها في قانون الشغل. المسؤولية في إطار قانون الشغل هي مسؤولية تقوم على عنصر واحد لهو الضرر. حينما يكون أي أجير يشتغل لدى أي صاحب عمل ويصاب بأي ضرر أثناء العمل أو بسببه وفقا للقواعد المسؤولية المدنية في إطار القانون المدني، يجب على هذا العامل أن يثبت ماذا؟ الخطأ الذي اقترفه صاحب العمل، وأن يثبت الضرر الذي حصل له، وأن يثبت العلاقة السببية. في إطار مدونة الشغل أو في إطار القانون الاجتماعي نقول لا، يكفيه أن يثبت الضرر فقط لا غير، حتى ولو لم يقترف صاحب العمل أي خطأ، بل وحتى ولو كان هنالك خطأ جسيم مقترف من قبل صاحب من قبل هذا العامل. إذن أحكام المسؤولية تختلف في قانون الشغل عن القانون المدني. أخذتم في القانون المدني أن القاعدة القانونية قد يعتريها غموض أو شك أو إبهام، إذن القضاء يتصدى لاستجلاء هذا الغموض والاستجلاء هذا الإبهام. إذن إذا تصدي القضاء لهذا الاستجلاء ههذا الغموض أدى بإطراق واحد، القضاء ملزم به. ولكن إذا كان التفسير يحتمل أكثر من معنى، أحدهما في صالح الأجير والآخر في صالح أحد في صالح الأجير والآخر في صالح صاحب العمل، فلمصلحة من سوف يفسر القضاء؟ القضاء هنا يفسر لمصلحة الأجير، سيان أن يكون مدعيا أو أن يكون مدعى عليه، وهذا على خلاف القانون المدني. القانون المدني القضاء إذا اعترى القاعدة المدنية شك أو إبهام يفسر دائما لمصلحة المدعى عليه. أما في إطار قانون العمل فإن الغموض يفسر مصلحة العامل، سيان أن يكون هذا العامل مدعي أو مدعى عليه. إذا إن هناك جملة من القواعد أو من المبادئ التي يقوم عليها قانون العمل تختلف عن القانون المدني، من ضمنها البطلان، من ضمنها تفسير الشك لمصلحة الأجير مدعي أو مدعى عليه، كذلك نسبية آثار العقد. أخذتم في القانون المدني أن العقد لا ينفع أو يضر غير عاقدين، ما نسميه نسبية آثار العقد. لا يمكن أن تطالب بحق مستمد من عقد أنت لست طرفا فيه، ولا يمكن أن تطالب بالتزام مستمد من عقد أنت لست طرفا فيه. هذا كله على خلاف قانون العمل، لا مجال للتحدث عن آثار نسبية العقد. إذا انتقلت المقاولة من شخص إلى آخر فلا يمكن للمقاول الجديد أن ينهي عقود العمال الذين كانوا مرتبطين مع السلف، هذا ضرب لمبدأ نسبية آثار العقد. إذا هذه جملة باقتضاب من المبادئ التي يقوم عليها القانون، قانون الشغل تميزه إلى حد ما عن القانون المدني. هذا القانون اللي هو قانون العمل له مصادر تستقى منها أحكامه، ونقصد بالمصدر الأصل الذي تستمد منه القاعدة القانونية. وهنا يمكن أن نقول إنه لا يوجد اختلاف كبير بين قانون العمل وما بين غيره من فروع القانون الأخرى، أي يشتركان أو يشتركون في المصادر التقليدية، المصادر التقليدية والتي تقسم إلى قسمين اثنين. هذه المصادر إما أن تكون مصادر داخلية وإما أن تكون مصادر دولية. فالمصادر الداخلية هي بصفة عامة التشريع بأنواعه، اللي هو التشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي. ولكن في إطار قانون العمل تضاف إلى هذه المصادر الداخلية ما نسميه المصادر المهنية، أي إنها مصادر خاصة بقانون العمل يتميز بمقتضاها عن غيره من فروع القانون الأخرى. وهذه المصادر هي الاتفاقية الجماعية، وهي النظام الداخلي، وهي المصادر العرفية. إذن يتفق قانون العمل مع غيره من فروع القانون الأخرى في المصادر التقليدية اللي هي التشريع بأنواعه، التشريع الدستوري، التشريع العادي والتشريع الفرعي، ولكن يضاف في مجال قانون العمل يضاف ماذا؟ المصادر الداخلية الخاصة بهذا الفرع اللي هو قانون العمل، واللي هي إيه؟ اللي هي النظام الداخلي للمقاولة،
واللي هي الاتفاقية الجماعية والأعراف السائدة في المجال المهني المعني بالأمر. وإلى جانب هذه المصادر الداخلية هناك مصادر أخرى نقول عنها مصادر دولية وهي الاتفاقيات الدولية. المغرب بلد تهاجم اليد العاملة، إذن يبرم اتفاقية ثنائية مع الدول المستقبلة لليد العاملة المغربية. إذن هذه الاتفاقيات الدولية سواء كان صادر عن منظمة العمل الدولية أو اتفاقية عربية صادر عن منظمة العمل العربية أو اتفاقية ثنائية مبرمة بين المغرب وغيرها من الدول تشكل مصدرا من مصادر قانون العمل المغربي. إذن في عجالة إن المصادر الخاصة بقانون العمل إما أن تكون مصادر داخلية وإما أن تكون مصادر دولية. والمصادر الداخلية تقسم إلى قسمين، إما مصادر داخلية رسمية هي التشريع بأنواعه، وإما أن تكون مصادر داخلية مهنية خاصة بقانون العمل اللي هي النظام الداخلي اللي هي اتفاقية الجماعية واللي هي الأعراف المهنية، وإما أن تكون هذه المصادر مصادر دولية. مصادر دولية طبعا في عجالة إن تعدد هذه المصادر قد يثير لنا مسألة التنازع، أي إذا لدينا ملف اجتماعي ملف يتعلق بعلاقة العمل يتشابه نصان من مصدرين مختلفين ألقى يطبق ماذا؟ طبعا إذا أثير النقاش بين المصادر الداخلية فالأولية طبعا كما أخذت في مدرسة القانون للمصادر للحكم مصدر الدستور، الدستور هو في القمة، ثم النص العادي، ثم النص التنظيمي. وإن كان هذا التقسيم لا يعمل في المغرب لأن القضاء المغربي ممنوع عليه أن يبت في دستورية القوانين. تساؤل يثار إذا أثير تنازع في ملف ما بين حكم مستمد من قاعدة قانونية وآخر مستمد من عقد الشغل الفردي، فالقاضي يطبق ماذا؟ هل يطبق القانون أم يطبق العقد؟ هنا نقول إذا كان العقد يخول حقوقا ومزايا أكثر مما يخوله القانون فإن القاضي يطبق العقد ويترك جانبا القانون. أما إذا كان القانون يخول حقوقا أكثر من العقد فالقاضي لا يلتفت مطلقا لهذا العقد ويطبق القانون ويضرب بالتالي مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. إذن عند تنازع بين المصادر فإن الأولوية للمصادر الرسمية بشرط أن تكون هذه المصادر تخول حقوقا ومزايا أكثر مما يخوله النصوص الداخلية. إذن بقي لنا موضوع واحد فيما يتعلق بهذه التوطئة وهو الموضوع المتعلق بمجال أو بنطاق تطبيق قانون العمل أو مدونة الشغل. لدينا مدونة للشغل تحكم العمل التبعي. إذن أي قاعدة قانونية إلا ولها مجال معين. تساؤل يثار ما هو مجال تطبيق هذه المدونة؟ كنت دائما أقول إن الأسلوب السردي أسلوب منتقد. قلنا في البداية إن محل وإن موضوع قانون العمل هو العمل التبعي، كل عمل تبعي أي يؤدى في إطار من الإشراف والرقابة والتوجيه إلا ويخضع إلى قانون العمل بشرط أن يكون ضيرة مقابلين وأن يكون خارج إطار الوظيفة العمومية. كنت أعتقد أنه كان على منظم المشرع المغربي أن يعمل هذا الضابط ويقول كل عمل تبعي إلى ويخضع لمجال مدونة الشغل، ولكن المشرع المغربي لم يسلك هذا السبيل وسلك سبيل الصرد، فنص بكيفية محددة على أن المؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل هي المؤسسات الصناعية والمؤسسات التجارية، هي المقاولات الفلاحية، هي الاستغلالات الغابوية، هي المهن الحرة، هي قطاع الخدمات، هذه هي مقاولات الصناعة التقليدية بشرط أن لا يكون عمله عملا تقليديا صرفا. فهذه هي المقاولات، هذه المجالات التي نص عليها المشرع المغربي. إذن ما يخضع لمدونة الشغل هي كل مقاولة ذات طابع صناعي أو تجاري أو فلاحي أو غابوي، كل المهن الحرة تخضع لهم، كل قطاع الخدمات يخضع، كل قطاعات الصناعة التقليدية تخضع لمدونة الشغل بشرط أن لا تكون صناعة تقليدية صرفة، أي إن المقاولة فيها يجب أن لا يشغل أكثر من 5 أجراء وأن لا يتجاوز دخل رقم معاملته 5 مرات الحصة المعفية من الضريبة. ولكن هذا هو الأصل،
حينما نقول هذه الأمور لا لا إن هناك استثناءات، أي إن هناك أجراء يخضعون احتياطيا وآخرون يخضعون استثنائيا لمدونة الشغل. الأجراء الذي يخضعون استثناء احتياطيا، ما من الاحتياطي لمدونة الشغل؟ أي إن لهم نصوصهم النظامية، نصوصهم القانونية التي يخضعون لها، فحينما لا يكون هناك نص يحكمهم نرجع إلى مدونة الشغل. إذن لديهم نصوص خاصة بهم، ولكن احتياطيا تحكمهم مدونة الشغل. ما تحكمهم؟ إذا لم يوجد في أنظمتهم ما ينظم علاقة بمشغلهم، واحد، وثانيا إذا كان ما تخوله لهم أنظمتهم يقل عن مدونة الشغل، هنا يخضعون احتياطيا لهذه المدونة، لهما مجرات المقاولات والمؤسسات العمومية، لهما البحارة، لهما مقاولات الصناعة السينمائية، لهما كذلك الصحفيون المهنيون، ثم البوابون في البنايات المعدة للسكنة. فهؤلاء كلهم يخضعون احتياطيا لمدونة الشغل. وهناك أجراء أو عمال يخضعون استثناء لمدونة الشغل. استثناء لما معنى استثناء؟ لأنهم لا تتوافر فيهم الشروط. قلنا إن العمل الذي يخضع لي مدونة الشغل أو لقانون العمل أو لقانون الشغل هو العمل المؤدى في إطار من التبعية، أي إشراف ورقابة وإشراف وتوجيه. لدينا أشخاص يؤدون عملا مستقلا، عمل في بيوتهم، ومع ذلك يخضعون استثناء. المشرع هنا أدخلهم استثناء، أي إدخالهم كان بإرادة المشرع المغربي وليس وفقا للضوابط العامة. إذن أجراء المنازل يخضعون استثناء، الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة يخضع استثناء لمدونة الشغل، لمدونة الشغل. وهنالك أجراء لا يخضعون لمدونة الشغل رغم استجماعهم لكافة الشروط المتطلبة لذلك. نرجع دائما إلى مقدمتنا، نقول إن مناط تطبيق مدونة الشغل هو العمل التبعي، العمل التبعي أي عمل يؤدى في إطار من الإشراف والرقابة والتوجيه. ومع ذلك نجد أشخاصا يؤدون عملا في إطار من الإشراف والرقابة والتوجيه نظير أجر وخارج إطار الوظيفة العمومية، ومع ذلك لا يخضعون لمدونة الشغل. مثال ذلك خدم البيوت أو خدم المنازل، هؤلاء يؤدون عملا تبعيا نظير أجرين خارج إطار الوظيفة العمومية، ومع ذلك أخرجه المشرع المغربي. المشرع المغربي على غرار غيره ينص على أن طبيعة العلاقة بين الخادم والمخدوم تستلزم وتقتضي إخراج هذه الفئة من مجال تطبيق مدونة الشغل. المشرع المغربي نص على أن هناك نظاما خاصا سيصدر لتنظيم عمل هذه الفئة. هناك بعض أجراء من الفلاحين، قلنا في البداية إن مجال مدونة الشغل يشمل كذلك المجال الفلاحي، ولكن هل كل من يشتغل في المجال الفلاحي إلا ويخضع هذه المدونة؟ نقول لا، إن هناك أشخاص يقدمون عملهم كحصة في الإنتاج. هؤلاء نقول هؤلاء مثل الربعة والخماسة لا يخضعون إلى مدونة الشغل. وأضف إلى ذلك الأشخاص الذين يشتغلون في مجال الصناعة التقليدية التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وقلنا إن المشرع المغربي نص على أن الصناعة التقليدية التي تتميز بطابع تقليدي صرف هي تلك الصناعة التي المقاول فيها لا يشغل أكثر من 5 أشخاص ورقم معاملته لا يتعدى 5 مرات الحصة المعفية من الضريبة. إذن كل شخص يشتغل مع هذا مع هؤلاء المقاولين لا يخضع لمدونة الشغل، حتى ولو كان تتوفر فيه جميع الشروط اللي هي عمل تبعي واللي هي الأجر واللي هي خارج إطار الوظيفة العمومية. وبذلك نكون قد أنهينا في أكثر من عجالة هذا الباب التمهيدي الذي سوف يسهل علينا فهم وتفاهم الكثير من الأحكام التي سوف ترد إن شاء الله في المحاضرات المتبقية.